لو الحكاية فيها إن فيتو. عرفت نفسك الأول؟ أنا اسمه عبد الله جعفر 13 سنة. الامتحان العلوم النهاردة كان عامل ازيك يا عبد الله؟ هنقفل إن شاء الله. الامتحان سهل، كان في حاجة من بره المنهج ولا؟ لا كله من المنهج. كان في مستوى الطلب المتوسط ولا الطلب؟ لا يعني هو حلو يعني مش قوي يعني، كان من هو ده. كنت هذا حلو أي سورة، أول ربع ساعة كنت الحمد لله مخلص نصف. عايز أتعب السورة، عايز أتعب. طب آخر خمس دقايق ما فيش أي حاجة صعبة. يا راجل إيه؟ أي حاجة صعبة في الامتحان. كان في حاجة ما فيش حاجة من بره المنهج؟ لا ما فيش حاجة خالص. مش اللي هو صعب ولا سهل، في سهل وفي صعب. بس هو الامتحان كان لذيذ يعني، ولا معادلة برضه كان اللي هم كانوا مديهم لنا كان جدا. هو يقول لك أكتب على واحد واثنين وثلاثة يعمل لك منظمة إيه؟ بواحد واثنين وثلاثة وانت تحفظ. اللي اختار اللي هو اختار الإجابة المناسبة القوسين فيها ما يلي. كان الامتحان في مجمل وكان سهل يعني ولا ايه؟ اه سهل. اه فيه وفيه. ايه الأسئلة اللي وقفت قدامك؟ اللي وقفت قدامك المقارنة والمعادلة. والجدول اللي هم الرسومات اللي هي. في